السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا ان شاء الله جميعكم بخير. احنا انقطعنا فترة كبيرة، ان شاء الله هنرجع نكمل تاني. باذن الله ان شاء الله هنتكلم المرة دي عن الفايبر وانواعه واشكاله واستخداماته والفروقات ما بينهم. هنوضح كل حاجة على مجموعة حلقات. ان شاء الله باذن الله هنبدأ النهاردة بحاجة بسيطة. هنعرف الفروق ما بين الكاتيجوري بتاعت الفايبر. احنا عندنا في الفايبر في حاجتين، في حاجة اسمها سنجل مود وفي حاجة اسمها مالتي مود. في اختلاف عند بعض الناس في كلمة سنجل مود وكلمة مالتي مود. في ناس بتفتكر ان كلمة سنجل مود ديت ان ده كابل احادي او فردي، او هو عبارة عن كور واحد او طرف واحد. وفي ناس فاكرة ان كلمة مالتي مود دي ان هي مجموعة من الاطراف او مجموعة من الكابلات مع بعض او مجموعة من الكورز. ده خطأ شائع في ناس كتير بتقع فيه. لأ، الحقيقة هي مش كده خالص. الحقيقة او الفرق ما بين الكلمتين، سنجل مود هي عبارة عن كاتيجوري بتاع الكابل، مش معناه ان هو فرق طرف واحد او كور واحد. لا، هو ده الكاتيجوري بتاع الكابل، نوع استخداماته. المالتي مود هو برضو نوع من انواع الفايبر، هو كاتيجوري لكن هو مش بيوصف بيه عدد الكورز اللي جوه او عدد الاطراف اللي جوه الكابل. لا، مش دي الحقيقه، لانه زيه زي الكابلات برضو، فكرته نفس فكره الكابلات اليو تي بي اللي هي الكابلات الكات 6. احنا بنتكلم عن الكات 6 في مجموعه انواع زي الكات 6 والكات 6 اي والكات 7 والكات 8. ده مش معناه ان ده كلمه 6 او 8 او 7 دي عدد الكورز اللي جوه الكابل. لا، مش دي الحقيقه. هو ده خطا شائع الناس بتقع فيه، وانا حبيت اوضحه قبل ما نبدا اي حاجه. بالنسبه للسنجل مود، السنجل مود ده عباره عن كابل فايبر مكون من الياف ضوئيه. ليه بنستخدم الفايبر اصلا كمان بصفه عامه؟ الفايبر هو اكتر كابل جيد في توصيل الاشاره بدون اي لوز. يعني هو بيتفوق على الكابلات النحاس بشكل كبير جدا، لان مكونات المصنوع منها هي بتعتمد على توصيل الاشاره بشكل منتظم بشكل سليم بدون اي قطع بعد امتار معينه، لان الكابلات الفايبر بتمتد الكيلوات ما بتمتدش لامتار وبس. السنجل مود اول نوع معانا هو في يعني ما فيهوش كذا 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 كاتيجوري، هو يعتبر كاتيجوري واحد او اتنين اللي جوه الكابلات السنجل مود. بتختلف ما بين اسبيكس، يعني هي الفرق مش كبير قوي، هو بس اسبيكس بتاع الكابل، وهنتطور فيها المره الجايه وهنشرحها بشكل اكبر. بس هو في الاخر كابل السنجل مود هو سرعه نقل البيانات فيه هي 1 جيج فقط لا غير، 1 جيجا فقط لا غير، وهي سرعه نقل البيانات، سرعه نقل البيانات جوه الكابل. الكاتيجوري الثانيه اللي موجوده جوه كابل الفايبر هي برده بتدي نفس السرعه وبتدي نفس الاداء، بس زاويه الانعكاس فيها بتبقى مختلفه وبيبقى ليها بعض المزايا كده مختلفه، لكن هي سرعه نقل البيانات واحده. هنتكلم عليها بشكل اكبر الفتره اللي جايه ان شاء الله. بخصوص كابلات الفايبر المالتي مود، المالتي مود ده عباره عن كابل فيه ثلاث انواع موجودين منه كاتيجوري في السوق. كان في زمان حاجه اسمها اوم 1 وحاجه اسمها اوم 2، ودلوقتي حاليا خلاص تعتبر انقرضت بشكل كبير. وحتى لو في حد عنده نفس الكاتيجوري دي دلوقتي موجود عنده، هتبقى حاجات قديمه جدا، والناس دلوقتي اغلبيتها بتطور شغلها، فاكيد هيبقى اللي عنده حاجه قديمه اكيد هيطورها مع المستقبل، لانه ما بقاش في موجود منه جديد دلوقتي زي زمان. في حاجه اسمها اوم 3 وفي حاجه اسمها اوم 4 وفي حاجه اسمها اوم 5. الاوم 3 دوت كابل فايبر مالتي مود، سرعه نقل البيانات فيه 10 جيج 10 جيجا. الاوم 4 هو كابل فايبر برضو مالتي مود، سرعه نقل البيانات فيه 40 جيجا. الاوم 5 هو مش موجود في الوطن العربي قوي ولسه مش منتشر، حتى كمان افريقيا مش منتشر برضو قوي، بس هو موجود في دول الغرب وموجود في امريكا وموجود في دول اوروبا وابتدى ينتشر بشكل كبير، وان شاء الله باذن الله هيجي عندنا كمان برضو في الفتره اللي جايه. هو سرعه الكابل فيه بس مختلفه واكبر واقوى بكتير جدا طبعا، بتوصل ل 100 جيج.
فمش مش هنتدخل فيه قوي دلوقتي، خلينا في الانواع اللي موجوده عندنا دلوقتي في السوق المحلي او السوق العربي او السوق الافريقي بصفه عامه. الفرق بس ما بين المالتي مود هو جوه الكاتيجوري بتاعته هي سرعه نقل بيانات جوه الكابل، لكن مفيش فروق تانية كبيرة. هو أهم حاجة سرعة نقل البيانات، لكن هو في الآخر هو اسمه كابل فايبر مالتي مود. زي ما قلت إن هو طبعا مش معنى كلمة مالتي مود إنه جوه عدد الكورز مختلفة أو لا، هي واحد، لكن هو ده الكاتيجوري بتاعه. في الفايبر بصفة عامة سواء كان سنجل مود أو مالتي مود، الكابل دايما بيكون زوجي الأعداد، ما بيبقاش فردي. يعني دايما تلاقي الكابلات الفايبر بصفة عامة هتلاقيها بتبدأ من 2 كور و4 كور و6 كور و8 كور و12 كور و24 و48 و96 بأضعافه، وفي أكتر من كده، بس دي بتستخدم في حاجات تانية وبرضه هنتكلم عليها بشكل أكبر بعدين. في عندنا في الكابلات الفايبر سواء فايبر مالتي مود او سنجل مود نفس الكونسبت او نفس الاسلوب بتاع الجاكيت بتاع الكابل. في كابلات اندور، في كابلات اوت دور، في كابلات اندور اوت دور، وفي كابلات دبل جاكيت، وفي كابلات ستيل حديد الارمورد مسلحه اللي هي بتبقى زي الكابلات الكهرباء. لو الناس المهندسين الكهرباء والناس فنيين الكهرباء اكيد عارفين الكلام اللي انا بقوله، يعني بيبقى في كابلات الجاكيت بتاعها او المواد اللي جوه الكابل نفسها بتبقى فيها حديد لتدعيم قوة للكابل عشان لو بيتمد في اماكن خارجية او الدور ما يتقطعش او ما يتكسرش او دي انواع الكابل. لان اغلبية الكابلات الفايبر حاليا في الفترة اللي احنا فيها بتستخدم طبعا بشكل كبير جدا في كل شغل الاوت دور، طبعا بتستخدم في الاندور بس يعني بقى الاعتماد عليها الرئيسي اكتر في الاوت دور، لانها بقت تربط ما بين مدن وما بين اماكن شاسعة المسافات بينها وبين بعضها. السنجل مود بيشتغل لكيلوات كبيرة جدا، يعني بيشتغل 500 متر وفيما اعلى، يعني بتبتدي تشتغل لكيلو واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين، وده بيحصل ما بين كل 4 أو 5 كيلو او 2 كيلو، بيحصل كونكشن على حسب الدرايم اللي انت شغال بيه درام الفايبر. الكابلات المالتي مود بتشتغل من 1 متر ل 500 متر عشان تقدر تديك اقوى عزم للاشارة بتاعها، هي اصلا اتصنعت عشان خاطر كده. وانت لازم كراجل مهندس او كراجل فني او ايا كان لازم تكون عارف شوية في شغل الاكتف او شغل السويتشات عشان خاطر تقدر تحدد السوليوشنز اللي انت هتشتغل بيها في الفايبر اوبتيكال، لان ما ينفعش ان انت تكون بتشتغل سنجل مود والاس اف بي او الجيبك او السويتش اللي انت هتربط عليه يكون مالتي مود، ده مش صح والعكس صحيح. فلازم تكون انت فاهم انت بتشتغل في ايه. ان شاء الله باذن الله المره الجايه هنتكلم اكتر عن الفايبر، وهنتكلم ازاي نعمل سوليوشن فايبر، وازاي هنقدر نجمع الباتش بانلز بتاعت الفايبر وانواعها واشكالها، وايه الحلول اللي المفروض نعملها، وايه الحاجات اللي المفروض نشتغل عليها. انا بشكركم جدا ان انتوا تسمعوني النهارده، ان شاء الله باذن الله نتقابل على خير المره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.